مساء الفل يا ستو. مساء النور يا قلب ستو. مروان جه تاني. هو هنا؟ لا مشي، كان جاي يدور على حاجه نسيها لما كان هنا اخر مره. طيب انا هغير واجيلك. مروان انا لحد دلوقتي جدع معاك وعامل حساب للعيش والملح، بس الحركه الواطي اللي انت عملتها دي ما تطلعش غير من عيل واطي زيك. استحمل بقى اللي اعمله فيك. راح فين؟ كنت رايح المكتب حضرتك. لا مفيش مكاتب دلوقتي، مع التحليل المخدرات. اتفضل. لا انا لازم اعمل حاجه. اتفضل مهمة. قدامي. ما حضرتك اتفضل. اقف، سيب الشنطه دي. لا مش هينفع. خايف؟ لا مش حكايه خوف، بس الشنطه فيها حاجات مهمه جدا شخصيه ما ينفعش اسيبها. ولا فيها تحليل تاني بتاع شخص تاني؟ لا ما فيهاش تحليل تاني. لو عايزها معاك جوه خليني افتشها. لا هسيبها هنا خلاص. برافو. استنى، انت داخل تعمل ايه؟ اتفضل. يلا. ليلى تعرفي ادم فين؟ لا ما اعرفش. لو شفتيه بلغيه يجيني على طول. كنت فين؟ كنت بعمل تحليل مخدرات. المهم الجلسه كمان ساعتين، عايزك تستجوب بالشهاده، مش عايزك تفوت حاجه ممكن يمسكوها علينا. سامعني؟ سامعك. انت بتضرب مخدرات بجد ولا ايه؟